التي تداول بها قضايا خطيرة إذا تلميح خاص لفيلم الطريق إلى كابول للمخرج إبراهيم شكيري. جائزة أحسن موسيقى، قبل أن نتعرف عليها أنادي على رامي عبد الرازق لتقديم الجائزة. جائزة الموسيقى الأصلية منحت إلى فيلم أندرومان. محمد أسامة. جائزة أحسن موسيقى عن فيلم أندرومان لعز العرب العالمي الفارس. شكرا، بغيت نشكر على المهرجان اللي تيمكن تسمح لي انا مع لي موسم عرفت نقول. بغيت نشكر المهرجان، نشكر غير المنظمين، وبغيت نشكر الجنة، وكنت نشكر اوسي عز العرب العلوي المخرج، لانه هو اللي تاح لي الفرصة انني عطى واحد الفيلم للموسيقى. شكرا، ميرسي. محمد أسامة بجائزة أحسن موسيقى لفيلم أندرومان لعز العرب العالمي الحاز. نمر الآن إلى جائزة المونتاج، وسيسلمها المخرج المغربي عادل الفضلي. وسي حسني غادي يكون مشكور اللي فاز بأحسن مونتاج. الفائز بهذه الجائزة هو فيلم السيناريو للمخرج عزيز صقر. جزيل أسيف، إذا هي الجائزة بجائزة أحسن مونتاج عن فيلم السيناريو لأستاذ العزيز. جزيل، ما كاينش جزيل؟ إذا عادل وصلوا لكذا. جائزة الصوت. فيلم المرسومة. مخرج محمد العباسي لتقديم الجائزة. الصوت فيلم المرسومة لحسن زينون. والمستفيدون هم نجيب شليح. إذا الجائزة لثلاث أشخاص، نجيب شليح، عميد، عفوا لأن كلش الأسماء نسي، فاعذرني، نعاود شكون اللي تقول لي فاز؟ نجيب شليح، حميد مطهر، روبرتو كاروتشيلي. إذا هنيئا للفيلم وللفائزين. Je suis encore ému cet après-midi. Un très beau discours de Mondi.
Sam, sans toi là, comment il a défendu mon jeune. J'en ai pleuré. Je vous remercie infiniment. Merci au Dieu. Effectivement, après la... le montage de mon film, j'étais peiné de voir que le son n'était pas bon. Il a fallu refaire le son de A à Z avant d'arriver au commissaire. Je vous remercie infiniment. بجائزة الصوت. نمر الآن إلى جائزة الصورة وأنادي على المخرج إدريس المريني لتقديم الجائزة. الفائز بهذه الجائزة هو فيلم ابن الشيخ لانفان شيخ يحقق أنه أحسن صورة لفيلم الطفل الشيخ مخرج حامد بن هاني وصاحب الجائزة كمال دبحاوي. Je remercie le festival et le jury. Effectivement, Kamal Tafaro m'a fait une très très belle image. Et je voudrais offrir ce prix à son père, le cinéaste marocain, son papa. ثاني دور رجالي وأنادي على المخرج حسن بن جلون لتقديم الجائزة قبل أن نتعرف على الفائز بهذه الجائزة. فائز وفيلم أندرومان كأس العرب العالمي والمستفيد هو الممثل أمين نجم. الجائزة الثانية دور نسائي وسيقدمها السيد أحمد الفتوح. فائز هو فيلم عاشقة من الريف لنرجس.